التركية. هاي المنظومة كلها هاي بلادية هي تجي من هاي المنظومة كلها. اي معدل الخزان. الخزان معدل الخزان تحيا تجينا هي وبراغيها كلبساتها كلها من هاي. شنو صنعها؟ هاي ايطاليا. ايطاليا وعندنا تركيا. هاي عندنا سوندات وهذا الغاز. هذا هذا مو حي جهاز الغاز من ناحية يجيه الشارع واحد من عدها قطعة يقوم يتحكم به عقل الغاز. إذا يوصله تشتغل السيارة غاز العفو بنزين. إذا يقطعه يشغل نوزل الغاز يقطع نوزل البنزين يوقفه. طبعا أغلب المواطنين يقول لك أنا بالحالة الطبيعية إذا صار عندي حادث أكو فتشي يقطع الغاز المصدر هو اللي يميز منظومتنا هاي مجموعة الصمامات. يعني عندنا صمامين كهربائية يسمونها الكتريك سينيلود شاتو فالف. في حال حدوث اي خلل او عطب كهربائي ومنظومة كهربائيات السيارة عندي صمام يقطع لي الغاز من الخزان وعندي صمام يقطع الغاز يم محرك السيارة. طبعا هذا الصمام ما موجود بمنظومة البنزين. يضاف الى هذا الصمام الكهربائي او صمامات الكهربائية صمام ميكانيكي احنا نسميه بلغة التشغيل يسمونه اكسس فلو فالف. هذا صمام الجريان السريع. هذا وظيفته في حال حدوث اي حادث للسيارة وكسر انبوب الغاز وحصول جريان غير طبيعي بالمنظومة هذا اوتوماتيكيا بحركة ميكانيكية يقطع الغاز من المصدر. يعني قطع الغاز بخزان السيارة. زائد هاي هذا هذين الصمامات اللي ذكرتين اكو بي ار دي احنا نسميه البريشر ريليف ثيرمال فيوز فالف. هذا الصمام عمله انه في حال حدوث حريق داخل السياره لاي سبب إن كان احترقت السياره هذا الصمام يمنع انفجار خزان الغاز داخل السياره. هاي مجموعه الصمامات كل اللي بدنا نحكي عليها هي اللي تميز متطلبات ومستلزمات السلامة ومنظومات الغاز سائل عن منظومة البنزين. الموضوع مو تحوير هو موضوع إضافة منظومة. يعني السيارة احنا نسميها بلغة الهندسة راح تشتغل دول فيول. سيارة تشتغل بالوقود الثنائي. السائق يعجبه يشتغل على الغاز سائل اكو تشينج الكتريك تشينج مفتاح تحويل كهربائي. حرصنا انه نثبت موقعه قريب عن سائق السيارة يقدر يستخدمه يحول السيارة إذا بنزين وإذا يريد يستخدمه على الغاز. البعض إيش قال؟ قال يولد قوة حرارة عالية جدا كبيرة جدا بحيث يؤدي إلى استهلاك المحرك أسرع مما يستخدمون الوقود البنزين. موضوع استخدام الغاز السائل إيجابياته والأدفانتج اللي يسجل إليه. أولا هو وقود صديق للبيئة. من نقول صديق للبيئة شنو صديق للبيئة؟ احتراق الـ LPG يولد لنا CO2 زائد H2O بخار ماء، في حين احتراق البنزين يولد لنا بالإضافة إلى CO2 والـ H2O CO أول أكسيد الكربون اللي احنا نعتبره من أخطر الملوثات زائدا الكربون. يضاف إلى أنه عملية الحرارة هذا الموضوع مو صحيح. احتراق الـ LPG احتراق تام احنا نسميه. الحرارة المتولدة أبدا ما لها تأثير على أي جزء من أجزاء المحرك، بالعكس هي ضمان زيادة بعمر المحرك، زيادة بعمر كل أجزاء المحرك. مواصفات الخزان طبعا ضغط التشغيلي مال الخزان 13 بار، الضغط التصميمي 30 بار، هذا اللي هو يدخل به ثيرد بارت ويتنس الفحص الثالث شهادة. بالإضافة إلى عندنا الفحص الهندسي، قسم الفحص الهندسي بشركتنا يفحص إلى ما فوق 80 بار يسمونه الضغط الانفجاري، يشيك المادة. يعني هذا أقوى من اسطوانة الحديد مالتنا. يعني وها بالنسبة للالونجيشن مالت اللي هي نسبة الاستطالة، يعني لو تجي هسه مثلا هسه هذا تقول لي تجي سيارة دامت، هذا به نسبة استطالة 30% يلا يوافق به الفحص الهندسي من حجم الخزان. يعني اكو فد يعني ينطعج نقول بالآمية لو ينمرد همينه ما ينفجر. عندنا اهم شيء احنا نمنع حدوث الانفجار، بس التفريغ عندنا موجود. هذا طبعا
هذا هي هذا حسب المواصفه الاوروبيه اللي هي اي سي ار 67. هاي المواصفه الاوروبيه معتمده طبعا استاذ عمار. هاي المواصفه الاوروبيه اللي احنا بدنا نحكي عليها الاي سي ار 67 معتمده عند كل دول العالم، حتى بامريكا هم معتمده هاي الاي سي ار 67. الصيف والحر اللاهب هسه احنا من خلال كلامكم تاكدنا انه ما راح يصير شيء. لا استاذ احنا نحكي نحكي على موضوع ارتفاع درجات حراره بصيفنا، يعني درجات حراره عاليه، يعني ارتفاع درجات الحرارة احنا بالنسبة لمنظومات الغاز السائل نعتبرها حالة ايجابية لمميزات الـ LPG. طبعا اخواني مو اختصاصي ولا اختصاص المرور، لكن اصبح موضوع الساعة. انا حقيقة الكل يسألون رأيي الشخصي، انا رأيي عندي سيارة خاصة مو سيارة اجرة، لكن على ضوء ما اطلعت عليه والمواصفات اللي موجودة والاحتياطات الموجودة، ايش قد ذكروا الاساتذه فوائد هذه المنظومه، لكن انا هم نسوا فائده واحده، كم واحد عاطل عنده الفيت بامب وواقف بالشارع ولو يعلق السياره لو يجيب الفيتر يسويه، عنده البديل منظومه الغاز وتمشي السياره. تصير لو لا؟ تصير هاي لو لا؟ طبعا طبعا. قدر تعلق الامور بينا، احنا حبينا نوضح للمواطن كبرنامج خدمي مو اختصاص المرور هذا ولا سياسه برنامجنا، لكن الكلام كثر والشتائم مباشرة على جهاز المرور. اخواني ترى مو احنا، شركة توزيع الغاز رفعت المقترح، وزارة النفط الى مجلس الوزراء اقره، لكن من واجبنا ان نوضح للمواطن فوائد هذه المنظومة حتى يكون على اطلاع، حتى لا يا هو اللي ينشر بالمواقع مال التواصل الاجتماعي بسبب الغاز، واحد نشر ماكو غاز على هاي المواصفات. حتى السيارات انا تمنيت واحد يثبت لي انه هاي السيارة احترقت بسبب منظومة الغاز، والباقي متروك لكم. القرار نافذ، القرار ماشي، بامكانك اربط منظومه الغاز وراها لا تشغلها. فقط انا اطرح من رخصه الاساتذه شغلتين. الشغله الاولى وانا ذكرت اكثر من مره، يجب تهيئه البنى التحتيه، محطات التزود بهذا الوقود وقود الغاز، وبينوا لي انه موجود اكثر من محطه وراح يزيدوها، يعني كنت اعتقد محطتين، لا هي اكثر. الامر الثاني ارفعه مو للاساتذه، لا للساده المسؤولين في وزاره النفط. سائق سيارة الأجرة يشتغل على قوته اليومي على عائلته، ناهيكم عن عطل المركبة، حدوث أي خلل، هو تمرض ودى واحد من عائلته للدكتور، أكيد راح يحتاج وقت فراغ. هل بإمكانه يدفع 500,000 دفعة واحدة؟ خلي نقول مو بإمكانه. يا ريت الدولة راعية للجميع يقسط هذا المبلغ على المواطن، ورقم السيارة موجود، إجا شهر ما دفع إشارة مراجعة على السيارة وانتهى الموضوع، يعني ضمان، أنتم ضمانكم السيارة موجودة. لكن خلينا نقسط، خلينا نخفف على المواطن. صح المنظومه سعرها اكثر من 500,000، الدوله تحمل الجزء، لكن خلينا نخفف على المواطن بتقسيطه وليس بحذفه.